إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، أرجو أن تسعدوا معي في أمسية الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان، وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير السراج المنير. قال عنه ربه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك ربنا، جمعت القلوب على الحق بحكمتك، وطويت الوجود على يديك بقدرتك، ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك. اللهم إنا نسألك أن تهدينا بالقرآن، وأن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا مجالسة أهل القرآن، ولا تحرمنا فضل القرآن ولا بركة القرآن. أيها الأحباب، نرحب بحضراتكم في مستهل أمسية الليلة، والتي نقدمها لكم من رحاب بيت من بيوت الله تعالى أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. نحييكم من مسجد سيدي السلطان أبو العلاء بحي بولاق بالقاهرة في مستهل أمسية الليلة، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم. نرحب بضيوفنا الأفاضل معنا من قراء الإذاعة والتلفزيون، القارئ الشيخ محمد عبد البصير معنا متحدثا، فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر والأوقاف، ومعنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهادي. على خير أيها الأحباب، نستهل فقرة أمسية الليلة بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما إلا
هذه النار التي
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وَلَحْمٍ
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان اجتمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. كانت استهلالا لفقرة أمسية الليلة نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي السلطان أبو العلاء بالقاهرة. نستمع لهذه الكلمة من فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر والأوقاف. بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومهجة قلوبنا وحبيب صدورنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المسلمون، ما أجمل أن نعيش في ظلال القرآن الكريم، لأن للقرآن ظلالا وارفة يلجأ إليها المحبون وتحفو إليها القلوب المؤمنة والأيدي المتوضئة لتنهل من كتاب الله عز وجل الذي يعد نورا أنار الله تعالى به هذه الحياة. فقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب المبين هو القرآن، والنور هو سيدنا محمد عليه الصلاة وعليه السلام. وكما قال القائل: إن الرسول لحي في ضمائرنا، على الزمان يرى فينا ويستمع، يكاد والله في القرآن قارئه يحس صوت رسول الله يرتفع. وهذه حقيقة. إننا استمعنا منذ قليل إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، ركز فيه يا رب العزة سبحانه ولفت النظر فيها إلى قضايا مهمة. لماذا خلق الله الخلق؟ ما هي المهمة والغاية؟ ما هو الهدف الذي من أجله أوجد الله الإنسان في هذه الحياة؟ قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن رب العزة سبحانه أوجد الخلق لعبادته، لأن العبادة هي سر من أسرار السعادة، لأن العبادة هي عنوان هذه الحياة. فالعابد لله حي، وغير العابد لله المنقطع عن رب العالمين لا شك يعد في عداد الأموات. لأن عبادة الله سبحانه من أجلها أوجد الخلق، أوجد الكائنات كلها. وكما قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الماتع إحياء علوم الدين، قال: خلق الله تعالى الكائنات وقسمها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ركب الله فيهم العقل ونزع منهم الشهوة، وهؤلاء هم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والقسم الثاني ركب الله فيهم الشهوة
ونزع منهم العقل. وهؤلاء أعزكم الله البهائم والحيوانات، لديهم شهوة وليس لديهم عقل. والقسم الثالث ركب الله فيهم الشهوة والعقل معا، وهؤلاء هم بنو آدم. يقول الإمام رحمه الله: فمن غلبت شهوته عقله فهو عند الله أنقص من البهائم، ومن غلب عقله شهوته فهو عند الله أفضل من الملائكة. إن عبادة الله سبحانه لهي شرف عظيم، وكما يقول القائل: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن العز كل العز في عبادة الله سبحانه. وكان من مناجاة الإمام علي كرم الله وجهه أنه كان يقول: كفاني عزا أن تكون لي ربا، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا. إنها عبادة الله، فإن الجميع بحاجة إليه، وإن الخلائق كلها مفتقرة إليه. فهو القائل سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلذلك خلقك لتعبده، ما أراد منك شيئا، فإنك لا تملك شيئا، لا تملك من قوتك شيئا، ولا من أموالك شيئا، ولا من حياتك شيئا. فالله ليس بحاجة إليك، وإنما أنت الذي بحاجة إليه. فلذلك قال ربنا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ لأن الرزاق هو الله، لأن الغني هو الله، لأن المغني هو الله، لأن المطعم هو الله. فهو الذي يطعم ولا يطعم، فلا يحتاج إليك رب العالمين في عون ولا مدد ولا حاجة، إنما إنك أنت بحاجة إليه. فإذا كنت في ساحة العبادة وجدت سعادة ما بعدها سعادة. وهذا يذكرنا بموقف سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه، حينما قال له قائد الفرس: ما الذي جاء بكم إلى هنا والولوغ في أرضنا؟ رد عليه سيدنا ربعي بكل جرأة وشجاعة ويقين وثبات وثقة مطلقة في الله عز وجل، قائلا له: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وقسطه. هكذا لخص ربعي بن عامر، وهو تلميذ نجيب من تلامذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لخص رسالة الإسلام في أنها رسالة العبودية والخضوع والخشوع
لرب الأرض والسماوات، إنك لا تكبر أحدا إلا رب العزة سبحانه، الذي قال في قرآنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي لا تدع أحدا يدعي الكبرياء في الأرض إلا وأن تسقط هيبته، إلا وأن تكسر شوكته، حتى لا يكون هناك كبرياء إلا كبرياء الملك سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزقك بجانب عبادتك ليس في يدي أحد إلا يدي خالقك سبحانه وتعالى، فينبغي أن تتوكل عليه، أن تستعين به، ألا تعبد إلا إياه، ألا ترجو إلا جداه، متمثلا بقول الشافعي رحمه الله: ولي بالله إيمان وثيق، فمن لكم بإيمان وثيق، قويت به فما أعيا بعبء، ولا أخشى عثارا في طريقي، ولا أخشى المضرة من عدو، ولا أرجو المسرة من صديقي، لأن قضية الرزق هي بيد الرزاق، ليست بيد أحد سواه. إن بعض الناس في قضية الرزق يكاد يصيبهم مس أو جنون، مع أن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: المرزوق في طلب رزقه دائر، والرزق في طلب مرزوقه حائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل عليه السلام، نفث في روعي، أي ألهمني وأرشدني، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي ختام كلمتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح ذات بيننا، وأن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يرفع بالحق رايتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود، جاء ضمن فقرات أمسية الليلة نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي السلطان أبو العلاء بحي بولاق في القاهرة. نختتم فقرات أمسيتنا ونبقى مع هذه الابتهالات والأدعية، يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو
والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا رب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين واغفر إلهي لكل يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم هو الحبيب هو الحبيب 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 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبي في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا فهو الذي تم معناه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ شفاعته في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا بت أخشاه يا من شفاعته أمنيتي
ومن يقيني عذابا بت أخشاه إن المدائح ليست فيك نافلة بل المدائح فرض قد وعيناه إن المدائح ليست فيك نافلة بل المدائح فرض قد وعيناه ومن أحبك صار الكون خادمه وعاش في النور دنياه وأخراه يا نور قلبي في رضاك سعادتي وسرور نفسي بالذي ترضاه يا نور قلبي في سعادتي وسرور نفسي بالذي ترضاه جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو الذي أثنى النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الأحباب بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي نأتي إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لكم من رحاب مسجد سيدي السلطان أبو العلاء بحي بولاق بالقاهرة. حتى نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله، لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيع. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.